وانا كجميع اللاعبين يعني فرحانين بالتاهل، واخا يعني الاداء ما كانش الاداء اللي كنتظروا، ولكن ما تنساش انا المقابله ما كانت سهله، سيرتو ملي كتلعب ضد خصم اللي يعني فزتي عليه في مباراه الذهاب 3-1 وما عنده ما يخسر، يعني جا الكازا باش يقدم اي كل شيء، ولكن الحمد لله يعني اهم حاجه خدينا التاهل، وهذه المباراه يعني تخلينا يعني كي تيقولوا بلغه الكره نفيقوا ان شاء الله في المباريات الجايه، والحمد لله يعني مبروك على الجماهير الوداديه التاهل النهائي، ودابا نطويو الصفحه تاع النهائي ونرجعوا للبطوله، وان شاء الله من بعد نتمنوا النهائي يبقى في المغرب باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله المباراه النهائيه غتلعب في مدينه الدار البيضاء، واش حافز ولا ضغط بالنسبه لك؟ ما كاين حتى شي ضغط، هذا كما قلت هذا بالعكس حافز لينا، وسيرتو انا كما السنه اللي الماضيه يعني ضيعنا هذه الفرصه، هذه السنه الحمد لله كتعاود تتاح لنا فرصه من جديد، ان شاء الله كنوعدوا الجماهير الوداديه اننا يعني نموتوا في وسط الملعب، وان شاء الله لا شامبيونز ليغ السنه تبقى في المغرب باذن الله. ما تنساش الاشتراك في قناه المنصه وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد، بارطاجي الفيديو الى عجبك ودير جيم، نتلاقاو في خبر اخر ديما على قناتكم المنصه.